قبل شوي انا لي ساعه داخل بدون تحيز في الكبشور روم. انا ما ادري هي مسؤوليه من المسؤول عن المحاور، المسؤول عن ان اعطي فرصه للمتسابق واخلي متسابق. انا جيت في كلام قاله النقاد، جيت انا بتكلم، قالوا موضوع انا ارد بكلامي. الموضوع الاول اللي هم قالوه السبت. طيب اعطوني سيف، جاهز سيف الكبشور روم؟ والله غير المنسي سيف، لكن انا اعرفه بالجوكر. الجوكر اها، ابعدل اسمه اجل ما اسميه للجوكر. والله انه غير المنسي سيف. يا سلام سيف، اعطوني نجم عجره نجم. بس وش يبي الحين؟ ولا هو نشوف احنا وش يبي. زعلان هو، ايش خلونا يا رجال يتصنعون الزعل. سيف ها ما جاء، خلاص سكر يا سيف يا مشكاي. وش الدبيت الجوكر؟ يلا الجوكر. لا ما اقدر نقول عدله خمسه اذا جوكر ممكن يطلع لك من ورا الكبير. أيه هذا ارحب. صباح الخير يا جوكر. والله اللي صباح النور. كيف الحال؟ فما الله على شيء ترى. الله الله الله. لا لا تطبيله والله وحش، والله وحش. تصميم يا شباب تصميم. لا لا تصميم. حيا من يقدر. انا لقيت شوي في الجوال. الله السلام عليكم صباح الخير. قال شكله ليش سيف؟ ليش سيف؟ ليش وش دقيقة؟ هذا هو ليش هو كذا؟ ليش هو كذا؟ ما ادري. انت هو اللي طالبنا؟ هو عشان طالبنا. انا بوقفه. استوب استوب استوب. تفضل. هذه طريقة مين زينة يا اخي؟ هو اللي طالب المداخلة. امس طالبه مداخلة. نعم سيف، اذا طالب المداخلة ولك الان لين تنتهي الفقرة. اذا ما جيت يا سيف واعتذرت على هذا الظهور، ترى ما انت بطالع لين نهاية البرنامج. ويلا واجه شيل الليلة. اذا طلع سيف هذا في تقليل من احترامنا يعني. لا عندي عتب صراحة. تفضل. عندي عتب كبير حقيقة. اغرس ابو منصور. خلاص خلاص خلاص. وش عدد خلاص؟ ما هي بطريقة والله يا سيف. نهائيا ما هي بطريقة. هذا يعني اللي انت تمدح تقول نجم، انت اللي تقوله. بغض النظر انا مهنيتي على الشاشة تخلي سيف باللي قدمه في الشاشة انه بطل كرياليتي، لكن سيء اخلاق اقوله سيء اخلاق. اساءة التعامل مع النقاد. كنا بنعطيك 50 نقطة، ما حنا معطينك ولا نقطة، والعاد انت بحالم فيها نهائيا، الا ان تعتذر. مثل ما نعطي مساحة للعتب نعطي مساحة للعفو. يا اخي يا سلام. سبحانه يعني معنى امرنا بالعفو، لكن سيف تصرفك جدا سيء. اقل حاجة يعني انا والله خويا النقاد كلهم يستاهلوا احترام، بس اقل حاجة احترمني انا تحديدا. بس يعني لو اذا نقول شيء خاص شاعري مدير النقطة الفقرة، الرجل هذا أمس ما لقيت فرصة تدخل فيه محاور وفيه زملائك. ما هي بحرب هي ولا هي بشخصنا ولا بينه وبينك شيء، وأنت ما نراك إلا ما نرى زملائك فيه متسابقين وأخوان. أكثر من كذا ما فيه. ندعمكم، جيناكم قبل شوي في فعالية الزواج وحضرنا وقبلنا التحدي مع عيفان في المحاورة بعد شوي بصدر الرحب. حنا معكم، بس إنهم تتعاملون معنا بالطريقة السيئة هذه نوقف عندها ونوقفكم انتم بعد عندها. اي والله. ازيد على كلام ابو منصور، اعتذر عشان يكون بيننا وبينك خط رجعه، ولا الوجه من الوجه ابيض. ابي تصميم. طيب يعطيك العافيه، اعطوني المقطع هذا. ورنا اياه في الهانجر. خلينا نشوف. سكيب. مخرج دوره. عموما ايش يا سيف؟ زعلان. لا تسلم. ما نبي سلام. تصميم. خلنا لك يا سيف. اعطوني ايش بدك تحيه بعد؟ شيء غريب يا شيخ، والله شيء فيك نسخه غريبه. لا والمشكله وش يا ابو منصور؟ ان انت اعتذرت وقلت ان ما انت منسي وكان عليه ضغط. وبالتعالي يا سيف. ايه خفت انه يفهمني غلط هو يوم قلت سيف. قلت انا منسي. عارف الهاجري جوكر. والله العظيم ولا لا احترام مالي هذه يعني. اي احد يحاول انه خصوصا في النقطه دي، من انت؟ ما اعرف هذا انسان سخيف والله يبعدنا عنه. انا والله اني اقصد اني مرتبط بالجوكر والهاجري على طول. سيف قلت كان اعتذرت له بعد وزود. انا اعتذر بالله دقيقه للذمه فقط. انا احب ابري ساحتي دائما، بس ابوري ببداحه. واذا بتحطونها هذا وش مكتوب فوق سكريبت؟ ايش 48؟ وش مكتوب النقطه هذه؟ المدح لمين اللي تحت؟ الشكر لمين؟ هنا هنا هنا. شكرا بن خشمان سيف وهباس على عصريه اليوم. نعم يا سلام. يعني احنا جايين نتعامل معك بكل اخلاقيه.